حلقة النهاردة هي آخر حلقة في الموسم ده من الفاميليا، وكلامكم عن الحلقات اللي فاتت فتح نفسنا، فاحنا راجعين تاني بموسم جديد مع أفراد جداد من الفاميليا، يعني أمهات وأبناء، أزواج وزوجات، جدد وأحفاد، حاجات كده. بالنسبة للأبهات اوعوا تفتكروا ان انتوا فلتتوا مننا، هنرجع لكم تاني. هنروح من بعض فين؟ أنا بحثت وطقصت واكتشفنا إن المتخصصين في مجال التربية والعلاقات الإنسانية قالوا إن في 5 طرق للتعبير عن الحب، وسموهم لغات الحب الخمسة. ليه 5 مش 6؟ لا عشان كتير 6 يعني، فاهم؟ ليه مش 4؟ ما قليل بقى، 4 قليل عن ممكن تاخد 5 ومستورة فيها. ماشي، ممكن أخلص أبقى جاوبك. أنا أحب الطالب اللي يسأل عموما، بس يعني أخلص وبعدين. فضل. وسموهم طب انا مزنوق دلوقتي زنقه بايخه جدا، لان المفروض اتكلم عن الحب، والكلام عن الحب ده بيروح في سكه من الاثنين، يا اما نبره الصوت بتاعت الاستاذ اسامه منير اللي هي وبكل الحب ها نتكلم عن الحب، اللي هي السكه المعروفه دي، او في بقى الحته اللي هي الفنانه يسرى بالفستان الابيض المهفف واللي هو روح للناس يا حب عشان انا مش فاضيه، فخد لفه وتعالى. يعني مزنه، انا ماليش في الحته دي قوي. انا بقلق من فكره الحب. ليه؟ لان انا دايما بلاقي الناس يقول لك انا بحب الورد ويقطف، بحب الحيوانات وياكلها، بحب البيتزا ويعجنها ويدخلها الفرن ويفعصها فلما حد بيقول لي انا بحبك ببقى مش عارف انا رايح فين، يعني هيتعمل فيا ايه؟ اهلا بيكم في معسكر الفاميليا. احنا كلنا متاكدين ان احنا بنحب اولادنا، لكن هل احنا متاكدين ان اولادنا عارفين ان احنا بنحبهم؟ انا شخصيا مش متخصص، انا اب عادي جدا، جيت كامب هنا مع ويل سبرينج مره مع ابني ومره مع بنتي، وكانت تجربه جامده جدا وفرقت معايا جدا، وكنت متخيل وانا داخل الكامب ان ابني بيحب حاجه وطلع بيحب حاجه تانية خالص. يعني انا كنت متخيل انه بيحب الهدايا، فكنت بقى تمام شغال هدايا ومش عارف، كنت لسه حتى جايب عجله بالقسط ساعتها وجاي الكامب فرحان جدا بقى ان انا يعني عامل كل شغلي وانا 11 من 10 كأب وكده. طلع بيحب الاحضان والطبطبه والحته، طلعت دي اللغه هو بيحبها. طبعا انا بدفع قسط العجله لغايه دلوقتي ومش دي مشكله يعني، ولو كنت اعرف كده من الاول كنت قضيتها بوس واحضان وخلاص، وكان هيبقى سعيد اكتر. تحب نعرف مع بعض ايه هم الخمس طرق اللي ممكن نعبر بيهم عن الحب؟ اول طريقه الكلمات او التعبير اللفظي او جمل التشجيع. تاني حاجه الكواليتي تايم، الوقت الحقيقي. تالت طريقه الهدايا. رابع طريقه اعمال الخدمه والمساعده. خامس حاجه هي القرب والطبطبه واللمس والبوس والاحضان والحاجات الظريفه اللي انا شخصيا بحبها، ودي سعرها كويس جدا. اللي احنا هنعمله النهارده ان احنا هنحاول على قد ما نقدر بمنتهى البساطه ان احنا نحبهم. هذا البرنامج برعاية العربي صناع الثقة. اللعبة دي عبارة عن متاهة، بنجيب الولاد نغملهم عينيهم ونشوف كل أب إزاي هيقدر يستخدم كلمات التشجيع اللي هي لغة من لغات الحب عشان يوجه ابنه ويخرج من المتاهة. يلا بيك، 1 2 برافو برافو برافو، كام ستوب ستريت تاني ستريت ستوب في مين؟ بقف مين؟ تمام برافو اكسل هايل، يلا كملي كملي ستريت زي ما انتي. اكتر حاجة بحس ان مليكة بتفهمها الايموشنز بكل صورها، احضان وبوس، كل دي بتفرق معها جدا. بصي وصلتي، شاطرة شاطرة، يو ديد ات برافو. ايه الشطارة دي؟ برافو عليك، بطل بطل بطل، على طول على طول، امشي امشي احسن احسن، بطل بطل، برافو ديما، برافو. في
في اللعبة دي كل أب بيفضل قريب من ابنه محافظ على البالونة اللي ما بينهم لغاية ما يخرجوا من متاهة، وده اختبار للغة الحب اللي هي القرب واللمس. قرب مني سنة. أنا اكتشفت إن ميكي أنضج مما كنت أتخيل. طول عمري بعمل إن هو كبير، بس أنا اكتشفت إن هو كبير أوي. برافو يا عسل. إكسلنت. قعدت مع الأطفال عشان أعرف كل واحد بيتكلم أنهي لغة من لغات الحب. عايزك تساعديني. أنت بتشوفي كرتون؟ ساعات. في ايه شخصيه كرتون تحب يبقى باباكي؟ باتمان. مفيش دلوقتي. لو في حد انت بتحبيه تعمل ايه عشان تعرفه ان هو انك بتحبه؟ العب معاه، بجري بنط وبحضنه وبقول له انا بحبه. بياكلوا حاجه مع بعض. هو قطه زغزغ هزغزغوني. دي زغزغه القطه. هو مثلا لو كلب ممكن انا اجري وهو يجري من ورايا مثلا. ولو بغبغان هو يصير ورايا. طب تحبي تتمشي مع بابا على بحيره زي دي كده يوم كامل وتقعدي معاه في مكان حلو كده زي ده، ولا يجيب لك مثلا سكوتر كهرباء؟ اقضي معايا. طب ولا يجيب لك ايفون؟ دي صعبه دي بقى. ايفون. نقعد معايا ولا تخرجي مع بابا؟ الاثنين. يعني أنا مثلاً لما بابا بيحضنني ده بيفكرني على طول بالشوكولاتة الدافية كده في الشتاء كده. أنت بيبقى حضن بابا شبه إيه؟ مفيش حاجة شبه. كل حاجة. حضن بتاع بابا ده كل حاجة. فكرني بعد شرم الشيخ. حب. مفيش حاجة شبه حضن بابا. لما بعلم بابايا بحس إن أنا بسمع صوت البحر. يا سلام. برد بتدفى مش أفكر. طب في الحر لما بيحضنك بيحرر؟ أيوة أنا كان بيحصل لي كده. هات بقى قعدة شرم الشيخ. عادي بيحررني. أنا هنهزر. فايف. ياه. ليه بقى لازم أعرف لغة الحب اللي ابني بيفضلها؟ إشمعنى؟ علشان ما مشيش في سكة غلط، يعني ما بقاش أنا عمال أجيب هدايا وأسافر وأتشقلب وأحوش وبتاع وهو عاوز شوية أحضان وطبطبة، ما تبقاش أنت مثلا قاعد واخده تتفسح وواكل دماغه وهو عايز عجلة، يعني فاهم؟ بعد شوية هيبتدي يكره الهدايا، ما يحبهاش، يبتدي الهدية بالنسبة له تبقى حاجة سلبية، هو مش عايز هدية، هو عايزك أنت. هذا البرنامج برعاية العربي صناع الثقة. قبل ما نروح كل أب وابنه بيكتبوا جوابات لبعض. اللي حصل طول اليوم بيظهر في اللحظة دي، وكانت هي أكبر مفاجأة في اليوم كله. شكراً يا بابا اللي أنت جبت لي كل حاجة اللي أنا بحبها. أنا آسف لو مثلاً زعقت مرة معاك. شكراً اللي أنت كنت بتساعدني في كل حاجات اللي أنا كنت بحبها. أنا أسف من كل حاجة وحشة أنا عملتها زمان. وبعدك إن أبقى حاجة كويسة في الجول كيبر. أنا هشكرك وأقولك إن أنا مش هعمل أي حاجة غلط تاني. وعد إن أنا مش هزن تاني. وعدك إن أنت تبقى مبسوط بيا. أوعدك هسمع كلامك حبيبي. بحبك قوي. بحبك يا بابا. انت صدقك. ميكي اسمع بقى الكلمتين دول. اوكي انت عارف انا بحبك قد ايه، علشان كده انا هنا النهارده وعشان كده بكتب لك الكلام ده. اول حاجه عايزك تعرفي قد ايه انا بحبك، وهقول لك زي ما دايما بقول لك كل عيد ميلاد، انا محظوظ ان انت بنتي. من يوم ما اتولدت وانا ابتديت احب حياتي، انت كنت السبب الوحيد اللي بيخليني اقوم من النوم. عارف ليه؟ عشان عارف انك انت مستنيني عشان نكمل اللعب. اسف على كل مره وعدتك بحاجه وما قدرتش احقق اهالك، واسف على كل مره اتفقنا نعمل حاجه مع بعض وكتفيت عشان الشغل. انا بعتذر لك عن كل مره كنت عايز تتكلم في حاجه وانا كنت
تعبان وقلت لك انا تعبان مش قادر. اوعدك يا جون ان انا هقضي وقت معاك اكتر، واوعدك ان انا هتكلم بالراحه وانا زعلان. اوعدك ان عمري في يوم ما هقول لك اني ضحيت عشانك باي حاجه. بالعكس انا اللي مديون لك بكل حاجه حلوه حصلت لي. انا فخور بكل حاجه انت بتعملها، وعلى فكره انا بتعلم منك كل يوم. انت احلى هديه ربنا اداها لي في حياتي كلها، وعلشان كده بحاول دايما احافظ عليك. نفسي اشوفك فرحانه ومبسوطه طول الوقت. انا فخور بيكي جدا لانك شاطره في اي حاجه بتعمليها. اخر حاجه اقولها لك ان انا دايما هبقى في ظهرك، وعمرك ما تبقي في مشكله وانا معاكي، وان شاء الله دايما اخليكي مبسوطه وسعيده. بحبك يا جو. انت حبيبي، حبيبي يا مو، وافضل طول عمري احبك واحترمك. بحبك وربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا امي الصغيره وبنتي الجميله. ازاي نعرف لغه الحب الافضل عند ولادنا؟ بالمناسبه لغه الحب دي كمان للكبار، ده اختبار بيتعمل، هيظهر الرابط هيظهر هنا اهو. لا لا احنا حاطين حاجه هنا والله، في عندنا اباجوره هنا مش هيظهر هنا اهو. طب اوكي يبقى الرابط هيظهر هنا اهو زي ما احنا شايفين. لا والله يمكن نجيب كنبه في الحته دي. انتوا ايه؟ انا جاي في وقت غلط، معلش انا اجي لكم تاني يعني. طب هيظهر في عموما، هيظهر في يعني هنحطه تحت في اللينكات، هيبقى في المواضيع. ويا ريت نعمل سبسكريبشن ونشغل جرس الاشعار، وعشان عايزين نوصل ل 100,000 متفرج خلال فتره الحب. انا ما بحبش، مش عايز اقول كده. اعمل ايه؟ نجيب بيتزا. سابتنا شوية أنا وبابا في سفرية، والبحدي نبات هي صحيح جت وردة، خلي معاه 100 شنطة فيها بس فانيلا كلنا. أنا بحثت وطقصت أنا وفريق الإعداد، فريق ضخم جدا طبعا، مكون من 3 موجودين هنا معانا. وفي ناس هنا معانا برضه زعلت. ايوه في ناس زعلت حابسينهم جوه. بابا سفرية ولوحدينا البات، كلنا سوتي وملوخية، قمنا تحت المية ولبسنا مايوهات. أسرع ماما سابتنا شوية أنا وبابا سفرية ولوحدينا البات، كلنا سوتي وملوخية، قمنا تحت المية ولبسنا مايوهات. سابتنا شوية أنا وبابا في سفرية ولوحدينا هذا البرنامج برعاية العربي صناع الثقة.